رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وبعد أيها الإخوة والأخوات المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة ثانية من برنامج رواق الفقه. قد تناولنا في الحلقة الماضية الحديث عن الإمام أبي حنيفة ونحن قد قدمنا في الحلقة السابقة الأولى أن هذا البرنامج الجديد برنامج رواق الفكر يتناول قضايا فكرية نتناقش فيها سويا وقلت أني آمل أن أحظى بمشاهدتكم وبمتابعتكم وبمراجعتكم والاتصال بنا لتبادل الفائدة وتبادل المنفعة العلمية. وتحدثت في الحلقة السابقة عن الإمام أبي حنيفة وقلنا نحن نريد بذلك أن نثبت أن هؤلاء الأئمة إذا نحن فقط نقلنا عنهم الفقه والأحكام على أبواب الدين المختلفة كذلك لابد أن ننقل عنهم الخلق الحميد الذي تحلى به هؤلاء العلماء لنستفيد منه كيف نختلف. نحن الآن صراحة يعني أنا أقول وليسمح لي المشاهد الكريم نحن لا نعرف كيف نختلف وكيف نختلف هذا علم. والتتبع لمسيرة وسيرة الأئمة الأربعة ربما يجد أن الأئمة الأربعة نموذج لنحذو حذوهم ولنسير سيرهم في مسألة الخلاف وفي مسألة قبول الآخر. لذلك هذه الحلقة والتي سبقتها بعنوان جانبي وهو في قبول الآخر الأئمة الأربعة نموذج، وأنا متأكد أنكم يعني ستتابعوا وستقتنعوا معي بأن هؤلاء الأئمة الأعلام الأربعة هم نموذج في ذلك الباب، باب الأخلاق. أنا لن أتحدث عن الأئمة الأربعة من جانب الفقه ومن جانب الأحكام، باب الصلاة باب الصيام، هذا مبسوط في كل كتب الفقه وفي متناول أيديكم، ولكن في تقديري ما غاب عننا وما يعني قصر فيه الناقلون هو هذا الخلق وهذه السيرة الحسنة لهؤلاء العلماء حتى نحن نستفيد منها في حياتنا ونقوي بها أنفسنا. أصلا لم يضعف المسلمون لم يضعف المسلمين غير التفرق المذموم وغير التشتت وغير الاعتداد بالرأي وعدم اعتماد الرأي الآخر وعدم قبول الآخر، فكل يتخندق في مجموعته وفي حزبه وفي جماعته ولا غير مستعد أبدا أن يمد جسور التواصل مع الآخر، وبل هو يعني يمكن يصل إلى مرحلة أو إلى درجة أن يكون حارس لأفكار جماعته، فقط حارس لأفكار جماعته، لا يقبل النقاش، لا يقبل الحوار، لا يقبل التلاقح. فالأئمة الأربعة لم يكونوا كذلك. الأئمة الأربعة الذين عاشوا الآن في زمننا هذا نقول عهود غابرة، كانت أخلاقهم في القمة، كانت عقولهم سامية، كان أصحاب فقه أصحاب علم، وتحدثنا في الحلقة الماضية وبينا كثير من ذلك. ونحن الآن نواصل الحديث في هذه المسألة وقلنا أن الإمام أبي حنيفة قال عنه يعني العلماء زملاء من الأئمة الأربعة كلاما بليغا يؤكد أن الناس كانوا أحباب، كانوا إخوة في الله، إنما المؤمنون إخوة والأخوة تثبت حتى مع المعاصي. فلذلك الإمام مالك يعني ينبهر، كان مبهورا بالإمام أبي حنيفة فيقول رأيت رجلا لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته، مبالغة في وصف ومغدرة الإمام أبي حنيفة في الإغناع وفي الأتيان بالحجج والبراهين والأدلة. أنت لا تستطيع أن تقول ذلك في خصمك ولا في من ينافسك في العلم ومن ينافسك في الفقه، ولكنهم كانوا يستطيعون أن يقولوا ذلك لأنهم زكوا أنفسهم بهذا الدين فاستطاعوا أن يفعلوا ذلك، فكانوا نحسبهم كانوا من الصالحين من صالحي هذه الأمة. والشافعي يقول الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، ولذلك هذا كله أحببت أن أربط الحلقة السابقة بهذه الحلقة لأبين أننا بصدد بيان هذه الأخلاق الحميدة، هذه الأخلاق الكريمة التي نحن نفتقدها الآن، ولو وجدناها الآن لكانت الأمة في 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 قوة وفي منعة ولغذينا مصالح الأمة. نحن الآن كل منا يتخندق ويتمحور حول مجموعته وحول انتمائه الوسيلة، لكن الانتماء الأمة صار يعني منقطع عن تلك الانتماءات،
في حين أنه أصلا نحن مطالبون بأن نغذي الانتماء الأمة. يعني جماعة الفلانية، الحزب الفلاني، إذا لم يصب في الانتماء الأمة ما الفائدة منه؟ هو ليس جماعة المسلمين التي من خرج عنها خلع ربغة الإسلام. جماعة المسلمين هم الأمة، الأمة الإسلامية، هذه جماعة المسلمين التي لا يجوز أن نمكر عليها، ولا يجوز أن نخدعها، ولا يجوز أن نخونها خيانة كبرى أو صغرى. لكن جماعتك أنت التي تنتمي إليها جماعة، يعني أنت اجتهدت في أن تجعل جماعة، وهذا مباح، والتسميات مباحة، والانتماء إلى هذه الجماعات مباح، ولكن غير المباح أن تبني عليها الولاء، وتبني عليها البراء، وتبني عليها الحب، وتبني عليها البغض، وتعادي فيها، وتحف فيها، وتكره فيها. كل هذا لم يكن عند الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة كانت جماعات أعظم من جماعتنا هذه. يعني أتباع المذاهب كانوا أعظم من أتباعنا نحن الآن في مجموعاتنا، ولكنهم لم يكونوا يتعاملوا إلا في عهد انحطاط الفقه، عندما انحطت المفاهيم ودخل في أتباع المذاهب الأربعة ما دخل، كانوا مثلنا الآن نحن. ولكن في البدايات كان الأئمة الأربعة قدوة، وأنا قلت الناس تتأسى وتستفيد من القدوات والنماذج أكثر من تستفيد من الأفكار والمفاهيم. فلذلك نحن بصدد الحديث عن أبي حنيفة، وذكرنا أنه كان يعني رجل ذو حكمة بالغة، وكان يحسن التصرف، وحكينا قصة مساور الوراق. مساور الوراق اللي كان رجل هجاء ورجل شر لسليط اللسان، فبدأ يهجو في حلقة الإمام أبو حنيفة، وقال عندما يعني بدأ الإمام أبو حنيفة جالس يدرس، فهجاه وقال: كنا من الدين قبل اليوم في ساعة حتى بلينا بأصحاب المقاييس، قوم إذا اجتمعوا صاحوا كأنهم سعالب ضجت بين النواويس. فقلنا أبو حنيفة رسل له بعض الهدايا فلوس، فاستلم الوراق المبلغ وبدأ يمدح في حلقة أبو حنيفة وقال: إذا ما الناس يوما قايسونا بآبدة من الفتية طريفة، أتيناهم بمغياس صحيح من طراز أبي حنيفة، إذا سمع الفقيه بها وعاها وأثبتها بحبر في صحيفة. فالكلمة الطيبة أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة الصافية والإحسان إلى الآخرين بالقول والعمل لهو من أسباب زوال العداوات وزوال الغبن وزوال الكراهية. الله سبحانه وتعالى يقول: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهكذا كان الإمام أبو حنيفة يتعامل، ونحن علينا أن نتأسى بهذه الأخلاق الكريمة، هذه الأخلاق الحميدة، نحن كجماعات إسلامية، نحن كمسلمين أفراد. النفوس أيها الإخوة والأخوات الكريمات مجبولة على حب من يحسن إليها، وأنتم تقولون الكلمة الطيبة بخور الباطن. أنا يعني أستغرب من ينصب نفسه داعية، أنا أنصب نفسي داعية، لابد أن أتحلى بأخلاق حميدة، لابد أن البسمة تسبق المصافحة، بسمتي لابد أن تسبق يدي عندما أريد أن أصافح الآخرين، ولابد أن أصفح، ولابد أن أتسامح مع الآخرين. أنا داعية، أنا قدوة، أنا نموذج. لا يكفي فقط أن أقول قال الله قال رسول الله بعبوس وببخل وبجبن، لا. لذلك لابد أن نأخذ من هؤلاء الأئمة الأربعة من هذا الجانب، جانب الأخلاق، حتى نستطيع أن نجمع هذه الأمة، حتى نستطيع أن نعالج الأمراض في هذه الأمة. لابد، يعني هذا التاريخ ليس هو للكتابة فقط والتسجيل، وإنما للعظات والعبر. لابد أن ننتبه إلى هذه المسألة. فأعطاه أبو حنيفة فلوسا، ولأن يكف الإنسان ألسنة أهل الشرور بالمال فلا حرج في ذلك كما قال أهل العلم. من أعظم ما يعني هو أسر يعني عن هذا الإمام الجليل، الإمام أبي حنيفة، احترامه للرأي الآخر وقبوله للرأي الآخر. عرف ذلك واشتهر الإمام أبو حنيفة بذلك، كان يحترم الرأي الآخر، لا يسفه رأي الآخرين. عقليته ما كانت عقلية تأثيم، وذهنيته ما كانت ذهنية تأثيم وتسفيه لآراء الآخرين كما 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 نفعل نحن، كما أفعل أنا، كما يفعل الآخرون.
كان يقول الإمام أبو حنيفة هذا رأيي، هذا مأثور عنه، هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه. انظر، هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه. كلام يعني فيه من العظات وفيه من الأدب وفيه من العلم ما فيه لنا نحن الدعاة، لنا نحن المختلفون لنؤسس لعلم نسميه ونعنوي له كيف نختلف. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما يحلو للبعض أن يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول كلاما بليغا في الإمام أبي حنيفة. يقول كان الإمام أبو حنيفة لا يرى جواز المزارعة. المزارعة صيغة من الصيغ في المعاملات في الفقه الإسلامي في باب المعاملات. الإمام أبو حنيفة رغم أن الجمهور كان يجيز المزارعة، كان هو في فقهه وفي اختياره في اختياراته أنه يرى عدم جواز صيغة المزارعة. ولكن ليس هذا محل الشاهد أو الكلام. محل الشاهد الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ورغم ذلك تجده يفرع على القول بجوازها. رغم ذلك تجده يفرع على القول بجوازها. هنا وقفة. أنت ترى عدم جواز المزارعة، أنت ترى عدم جواز المزارعة، لماذا تفرع عليها؟ نحن عندما نرى عدم جواز الشيء ونمنعه نزل الستار عليه نهائيا، لا نقبل أي كلام فيه، لا نسمح للآخر بأن يمارسه أو أن يفعله. في حين أن الإمام أبي حنيفة كان يرى عدم جواز المزارعة ولكنه يفرع على القول بجوازها، يعني عندما تقرأ له عن المزارعة وتفصيلاتها وتفريعاتها وينبغي أن نفعل كذا وينبغي أن لا نفعل كذا، تظن أنه شخص يعني يجيز هذه المعاملة، في حين أنه لا يجيزها. وعندما سئل عن ذلك قال إن الناس لا يأخذون بقولي، إن الناس لا يأخذون بقولي، فلذلك أنا أفرع وأعين الناس عليها. الأمر عنده ليس بهذا التهويل، عنده هذا أيضا رأي صحيح، كما أن له هو أيضا رأي في هذه المسألة. فهذا هو منهج أيضا يبين مدى عقلية هذا الشيخ الجليل. أيضا أيها الإخوة الكرام، فاصل ونعود لكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. مرحب بكم مرة ثانية، نواصل من قطع من الحديث عن أحد الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه سبحانه وتعالى. قلنا أنه كان يرى عدم جواز المزارعة ولكنه يفرع على القول بجوازها، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وعندما سئل الإمام أبو حنيفة عن هذا الذي يظهر وكأنه تناقض في ظاهره، قال إن الناس لا يأخذون بقولي، فلذلك أنا أفرع لهم في هذه القضية وأشرح لهم هذه القضية رغم أنني لا أراها. بعض العلماء يرى ذلك، فالمسألة ليست مسألة هي يعني باطل مبين حتى نأمر بالمعروف فيه أو ننهى عن المنكر فيه. لاحظ أننا خلاف ذلك كما أسلفت، عندما نرى يعني مسألة أنها لا تجوز لا نسمح بفعلها، بل نشدد النكير على من يفعل، وقد نصف الفاعل بأوصاف عجيبة لا تليق. نحن إذن لم نتأسى بل قد نعذر أنفسنا ونقول أننا لا نعرف كيف كان يتعامل أئمة الأربعة في مثل هذه القضايا. هذا هو الذي نحن بصدده، نريد أن نعلم أنفسنا ونريد أن نعلم المسلم الكريم الآخر كيف يختلف وكيف كان يتعامل الأئمة الأربعة مع ما هو مشكل أمامه الآن، مع ما هو يتعامل معه على غير ما كان يتعامل سلفه الصالح، ونحن نريد أن نبين ذلك بإذنه تبارك وتعالى. هذا يمكن الكلام الذي ذكرناه عن الإمام أبو حنيفة. قلنا أن شيخ الإسلام يعني ذكر هذا الكلام وبين حديثا قال فيه أن عمر بن عبد العزيز
يقول كلاما طيبا في, في, في هذا الأمر في هذا الباب. يقول عمر بن عبد العزيز الشيخ الإسلام يقول أنه كان كثيرا ما يردد ويقول ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. انظر لم يقول ما يسرني أنهم اختلفوا، ولكنه يقول ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. شيء عجيب، لأنهم إذا ما اتفقوا على أمر وخالفهم مسلم كان ضال، ولكنهم إذا ما اختلفوا فأخذ هذا برأي هذا وهذا برأي هذا وهذا برأي هذا كان في الأمر سعة. يذكر ذلك شيخ الإسلام عندما تناول موضوع أبو حنيفة هذا، ويزيد عليه بعد أن ذكر كلام عمر بن عبد العزيز، قال شيخ الإسلام ولذلك يقولون، والكلام لشيخ الإسلام، ولذلك يقولون إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. انظر أيها المسلم الكريم، هل من بعد ذلك نحن يعني يشكل علينا كيف نقف موقفا صحيحا من الخلاف الذي كان مبني على الاجتهاد؟ ما أظن. إذا عرفنا ذلك ما أظن يشكل علينا ما هو الموقف الصحيح من الخلاف الذي كان مبني على الاجتهاد. يقول شيخ الإسلام تيمية بعد أن ذكر كلام عمر بن عبد العزيز، ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم إذا ما اتفقوا على أمر وخالفه مسلم كان ضالا. يقول شيخ الإسلام ولذلك يقولون إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. الاختلاف رحمة واسعة، صحيح الحديث ضعيف، ضعيف سندا، ولكنه صحيح معنا، متن صحيح لأنه موجود، السلف قالوا بهذا الكلام، كلام السلف يصحح المتن. قد يكون صحيح السند فيه انقطاع فيه ضعف، اختلاف أمة رحمة. نحن لم نستدل على أن الاختلاف رحمة بالحديث الضعيف، وإنما استدلينا بمرجعياتنا، استدلينا بالأئمة الأربعة، استدلينا بعمر بن عبد العزيز أول المجددين، خامس الخلفاء الراشدين، استدلينا بأبي حنيفة. فلذلك الاختلاف رحمة ليس يعني يمكن أن ينسف هكذا هذا الفهم وهذا الفقه بمجرد أن يأتي أحد ويقول والله الحديث ضعيف. لم نستند على الحديث، وإن كان الحديث متنه صحيح ولكن سنده ضعفه بعض العلماء. ولذلك يعني نحن ما أظن كما أسلفت وكرر القول بأننا سنجد إشكال أو سنكون على هذه الحالة التي نحن فيها، هذه الحالة السيئة، إذا ما عرفنا كيف كان سلفنا يختلفون وكان يعني كيف كانوا يتعاملون مع الخلاف. هذه لمحة تاريخية مختصرة عن الشيخ عن, عن, عن أبي حنيفة أول الأئمة الأربعة. نحن وعدنا أن نتناول في حلقات يعني قادمة ويعني موضوع الأئمة الأربعة لنهدف ولنحقق أغراض. هذه الأغراض ليست كما محققة في كتب الفقه من 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 بيان أحكام الأئمة الأربعة في مختلف الأبواب، وإنما نتحدث لنحقق أغراض أخرى. هذه الأغراض نحن نعشم في أن تجمع الأمة، نعشم في أن تثقف الناس، نعشم في أن تفقه الناس، تعلم الناس كيف يختلفون، لأن لهم سلف في ذلك، لهم سلف في ذلك، وسلفهم ليس يعني بهوان، وإنما سلفهم يعني من الأئمة الأربعة الذين تلقتهم الأمة بالقبول. يعني أنا ما رأيت علماء يعني مثل الأئمة الأربعة تلقتهم الأمة بالقبول. هم يعني الآن موضع فخر، موضع فخر عند المسلمين، تراث عظيم، مدارس فخمة، مدارس عظيمة. فلذلك يعني نحن عندما ننقل منهم وننقل من أمثال شيخ الإسلام تيمية وننقل من أمثال الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، أنا في تقديري يعني لا يكابر أحد، وكلنا إن شاء الله نتأسى بذلك. هذه كما سلفت لمحة تاريخية انتهينا فيها عن حديث لشيخ من شيوخ الإسلام العظماء الأعلام أبو حنيفة. خرجنا إن شاء الله بما نهدف إليه عبر هذه الحلقة، أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، وليس هناك إشكال أن نختلف، وإنما الإشكال هو دائما يكمن في كيف نختلف وما هو الموقف الصحيح من الخلاف. هذه هي مشكلتنا الآن. ما مشكلة المسلمين ليست يعني أن يختلف المسلمون بمشكلة، وإنما كيف يختلفون
ما هو الموقف الصحيح من الاختلاف؟ هذا ما نحن يعني نحتاج إلى معرفته. وأخذنا نبذة تاريخية عن الإمام أبو حنيفة، وبينا أنه يعني لديه من الفقه ولديه من الأخلاق ما يمكن أن نقدم للأمة الإسلامية لتستفيد منه حتى يهون الأمر ويسير الناس سيرا صحيحا، ويكون هناك تعاون وتكون هناك الوحدة فيقوى بذلك الإسلام. ما أضعف الإسلام إلا التفرق، والتفرق مذموم. الاختلاف لم يكن مذموما على إطلاقه، اختلاف فيه ما هو محمود وما هو مذموم، لكن التفرق مذموم بإطلاق. القرآن لم تأتي آية واحدة إلا ذمت التفرق، لم تأتي يعني كل الآيات التي تتكلم عن التفرق لم تتحدث وتفرق ما بين تفرق وتفرق، وإنما ذمت مطلق تفرق. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وللأسف الشديد أقول نقطة هامة، أنا أعتبرها هامة، أن الناس يحرصون ويتجنبون التشبه بغير المسلمين من يهود ومشركين ونصارى وغيرهم، لكن بالظاهر التشبه يخافون من التشبه في الأمور الظاهرة، يمتنعون ويتجنبون التشبه في اللبس، يتجنبون التشبه في العادة، يتجنبون التشبه في التقاليد، ولكن هناك تشبه خطير يقعون فيه دون أن يدروا ولا يهتمون به، وهو أشد من التشبه في الظاهر، وهو التشبه في الباطن، التشبه في الباطن. ولذلك التفرغ هذا من أمراض القلوب ومن من الأمور الباطنة، وهو أشد وأنكى من التشبه الذي نفر منه نحن في الظاهر في الملابس وفي الأكل وفي الشراب وفي العادات. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وما ذكر من الملل الآخرة، أننا إذا تتبعناهم حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلنا وراءهم. إن شاء الله نأخذ فاصل ونعود نواصل معكم إن شاء الله تعالى. مرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، مرة ثانية نواصل فيها الحديث عن الأئمة الأربعة. يعني نحن لازلنا في ختام أو نلملم أطراف الحديث، ليس أطراف الحلقة وإنما أطراف الحديث عن الإمام أبي حنيفة، وبين أننا خرجنا منه بفوائد عظيمة، وذكرت بأننا نحن يعني نتحاشى التشبه بغير المسلمين في الشكل الظاهري، ولكننا لا نتحاشى التشبه بهم في الباطن، وهذا أسوأ من التشبه في الظاهر. هذا التفرق من التشبه بغير باليهود والمشركين والنصارى الذي يخاف منه الناس. لذلك نحن منهيون عن التشبه، لكن نفر من التشبه ظاهرا بالظاهر، وفي الباطن نقع. ومن أعظم أنواع التشبه في الباطن هو ذلك التفرق. ننتقل بإذن تبارك وتعالى أيضا للإمام الثاني من حيث التاريخ، الإمام مالك بن أنس. الإمام الأول نعمان بن ثابت وهو الإمام أبو حنيفة، كوني الإمام نعمان بن ثابت. وكذلك الإمام مالك بن أنس هو من حيث التاريخ الإمام الثاني. نحن لا نرتب من حيث الفضل أو العلم أبدا، حاشا، كلهم لدينا أئمة أعلام نحبهم ونجلهم بمستوى واحد، ولكن نرتب من حيث التاريخ والزمن. فالإمام مالك ولد سنة 93 هجرية وتوفي سنة 179 هجرية، أي بعد وفاة أبي حنيفة ب 29 سنة. هذا فيما يخص التاريخ عن إمامنا إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس. الإمام مالك بن أنس أيضا كما ورد عنه أنه نشأ محبا للعلم، كان يقدس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مقدسا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يكد الإمام مالك بن أنس يبلغ 20 من عمره إلا يعني شهد له أهل العلم بأنه أهل الفتوى والاجتهاد. مجرد أن وصل العقد كمل العقد الثاني من عمره، وصل 20، فكان يعني من أهل الفتوى ومن أهل الاجتهاد. جمع الإمام مالك الموطأ بإشارة من منصور العباسي،
ولكن كان المنصور عباسي يضمر وكان يرغب في أن يتخذ الموطأ قانون للناس يجمع عليه الناس، رب لعله يعني تضايق من مسألة الخلافات بين المسلمين إلى آخره، وكان يعترف بالإمام مالك وكان يعترف بفضله وبعلمه، فأشار إليه أن يكتب كتابا، فكتب الإمام مالك الموطأ بإشارة من المنصور العباسي، والمنصور العباسي بعد ذلك اتضح أنه يريد أن يعمم هذا الموطأ ويتخذه قانون، ولكن رفض الإمام مالك أن يتخذ الموطأ قانون وأن يتخذ يعني كتابا للجميع، وهذا أيضا يؤخذ منه فقه وخلق عظيم. نحن الآن من منا لا يفرح إذا ما ناداه الحاكم وقال له نريد أن نجعلك مفتيا للبلاد، أو نجعل كتابك هذا يدرس في الجامعة الفلانية نفرح، ولكن هؤلاء الأئمة لورعهم ولعلمهم بخطورة الأمر أكثر منا نحن. هناك أبو حنيفة رفض القضاء حتى سجن بسبب ذلك، وكذلك الإمام مالك رفض أن يتخذ كتابه قانون ويتخذ كتابه مرجع أوحد. هذا كذلك هذه أيضا مسألة يعني نحن ينبغي أن ننتبه إليها في عصرنا هذا، الذين يريدون أن يحملوا الناس على مذهب واحد ويحملوا الناس على اختيار واحد، هذه مشكلة كبيرة. أنا أعرف كثير من الناس يعني ليتهم يعني أرادوا أن يحملوا الناس على مذهب الإمام أبو حنيفة أو مذهب الإمام مالك، هذا المذهب العظيم، وإن كان هذا أيضا لا يجوز، ولكنهم يريدون أن يحملوا الناس على اختيارهم الفقهي، اختيارهم الفقهي هم كأفراد، إذا رأوا أن هذا الأمر واجب أو هذا الأمر مكروه أو هذا الأمر مستحب أو هذا الأمر حرام، تجدهم يحملون الناس، يسعون لحمل الناس على أن يتخذوا وأن أن يأخذوا هذا الاختيار الفقهي. الإمام مالك رفض أن يتخذ كتابه كله يكون قانون ويكون مرجع، مما يدل على أن التعددية في الآراء ضرورة، وفيها إثراء للدين، وفيها إثراء للعلم، وفيها خير وفائدة للناس، بدلا من أن تأتي بالأمة كلها لتقلد رجلا واحدا أو لتتبع رأيا واحدا. لذلك رفض الإمام مالك لأن يتخذ كتابه قانون أو أن يتخذ كتابه يعني مرجع أوحد، وقال للإمام وقتها وللحاكم وقتها إن العلم قد تفرغ في الأمصار وأنا قد جمعت ما استطعت أن أجمع، ولذلك يعني أنا أرفض أن يتخذ كتابي قانون للمسلمين. وقد جاء في بعض الروايات أنه قال لأبي جعفر المنصور إمام مالك، قال له كلام بليغ، قال له يا أمير المؤمنين أرجو أن لا تفعل، يعني هذا التفكير الذي تفكر فيه أن تتخذ الموطأ قانون وأن تفرضه على الناس، أرجو أن لا تفعل ذلك يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث وروا روايات. هذا كلام الإمام مالك لأبي جعفر المنصور، يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث وروا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به، فإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فإن ردهم عما اعتقدوه شديد. أنت تريد أن يترك الناس اختياراتهم الفقهية، هذه الأمة أن تترك اختيارات الفقهية، المالكي يترك والشافعي يترك والحنبلي يترك وغيرهم من الذين يرى أنه كان يترك، هذا الأمر شديد وصعب وربما خلق فتنة، فإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه. انظر الإمام مالك يتكلم مع الحاكم، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار كل أهل بلد منهم لأنفسهم، وما اختار كل أهل بلد منهم لأنفسهم. ليه؟ فوضى؟ ليست فوضى، لأن الإمام مالك يعرف أن هذه الآراء كلها آراء رغم الاختلاف مبنية على الاجتهاد، مبنية على الاجتهاد، ولذلك قال أهل العلم إن الرأي المبني على الاجتهاد يؤخذ ويعمل به. فلذلك يعني كان الإمام مالك إماما عالما فقيها،
غياب الفقه هو الذي يجعل الناس الآن على ما هم عليه من حال فرض للترجيحات الفقهية. مسألة خلافية فيها أكثر من رأي، فيها رأيان، فيها ثلاثة آراء، أحد الشباب، أحد المشايخ، أحد العلماء يختار رأيا يدعمه كله إلى هذا الحد مقبول. ولكن ما إن تحول الأمر إلى فرض آراء فهذا لا شك أنه ممنوع. أنا أمثل، اختلف أهل العلم في مسألة الحجاب، فمنهم من أوجب النقاب ومنهم من استحب النقاب، خلاف حتى عند علماء السلفين المعاصرين والسابقين. هنا الخلاف خلاف موجود، ولكن غير الموجود أن يعنف أحد الفريقين على الآخر، غير الصحيح أن يحمل أحد الفريقين الآخر على ما اختاره هو. إذن ما الذي يجب أن يكون؟ الذي يجب أن يكون هو الحوار والنقاش، كما يقول يعني الناس الحشاش من شبكته. أنت الشرع سمح لك أن تناقش وأن تجادل وأن تكسر من قومك ومن أتباعك ومن الذين يرون رأيك إذا كان هذا يشبع رغبة لك، كل مشروع. لكن أن تفرض الرأي وأن تقول هذا وإلا الطوفان، هذا وإلا الحرام، هذا وإلا أنا أفعل وأفعل وأنكر بيدي، هذا ما لا علاقة له بالفقه في الأمور المبنية على اجتهاد، في الأمور المبنية على اجتهاد. لذلك مالك رفض هذا الأمر، رفض هذا الأمر وقال للحاكم دع الناس وما هم عليه فإن ردهم عما اعتقدوه شديد. نحن الآن نأتي إلى قضية من القضايا غير قضية النقاب والحجاب، قضية الخلاف في الغناء والموسيقى، ولعل الوقت يعني سرقنا، ربما نتناول يعني هذا الأمر إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.